نصائح لزراعة الشعر. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح بعض النصائح العامة لعملية زراعة الشعر. أعزائي، سوف نتحدث قبل زراعة الشعر أنه عليك أن تقوم بشكل عام أو بعد عملية زراعة الشعر أو بعد خروجك من العملية بعدة أوقات، عليك أن تقوم برفع رأسك عند النوم أولا، ثانيا استخدام كمادات الثلج، ثالثا تناول الأدوية المسكنة للآلام والمضادة للالتهابات، وأيضا عليك تجنب التمارين العنيفة والعمل الشاق، وأيضا للأسف أعزائي لأنه يمنع التدخين لمدة شهر بعد العملية، واحذر بشكل كبير جدا من حمامات البخار عزيزي، ولكن عليك أن تكثر من شرب كميات كافية من المياه. وإلى اللقاء.